نقطة كابتن برضو، نقطة فنية، وحضرتك أعتقد عانيت منها وأنت لاعب وكمان وأنت مدير فني، إن الأجواء المختلفة شوية. النادي الأهلي كان متعود فترات اللي فاتت حتى على مستوى المشوار الأفريقي إنه بيلعب بالليل يعني تحت الأضواء، دي جزئية. الجزئية التانية أرضية الملعب. أرضية الملعب إحنا شفناها من خلال طبعا تقاريرنا وشفنا أرضية الملعب أرضية سيئة جدا. لما تكون أرضية الملعب سيئة والاجواء شويه مختلفه، ممكن دوت يغير شويه من الاستراتيجي بتاعت اداره المباراه، ان احنا على سبيل المثال احنا بنلعب من تحت بنحضر وبنقدر نستحوذ شويه على الاداء الفني. هو طبعا سوء ارضيه الملعب بيرجع لايه؟ هل فيها مطبات؟ هل هي الملعب صغير؟ هل ما فيهاش نجيله؟ ما الحاجات دي كتير قوي تقدر تقول سوء ارضيه ملعب. ولكن النادي الاهلي تحت جميع الاجواء يا كابتن هاني احنا لعبنا، ما انت عارف لعبنا في ظروف مطر، ولعبنا على ارض سيئه، ولعبنا على نجيل صناعي، ولعبنا في ظروف كتير جدا. لعيبه النادي الاهلي النهارده الجزء المهاري، الجزء المهاري اللعيب النهارده هو اللي بيتحكم في كل هذه الامور. ما اقدرش النهارده اغير سياسه او اسلوب لعب، ما اقدرش مثلا احنا بنبدا من تحت هنلعب كرة طويلة؟ انا باخد رأي حضرتك الفني، يعني انت لما بتلعب بتحاول تطلع بالهجمة من تحت محتاج انك تلعب الكرة على الارض، الاستلام والتسليم في الارض المستوى بيكون افضل شوية، بيكون افضل طبعا. تفتكر ان ممكن جدا النادي الاهلي يلجأ لجزئية ان احنا نطلع بالكرة لتلت الملعب الاخير باسرع طريقة؟ ده الملعب، ده الملعب يعني حضرتك ده الملعب عامل ازاي؟ باين الملعب، ما هو باين ارضيته باينه. ده انا شايف يا كابتن برضو يعني التهيألي ممكن يتعمل برضو نوع من الكنترول على الكرة. لا ممكن يعني، ولكن الارضية ما تقدرش تقول الارضية حلوة قوي، يعني الارضية زي ما قلت لك فيها جزء ما فيهوش نجيلة وجزء فيه نجيلة. يعني اتمنى كده ان النادي الاهلي هو متعود على هذه الاجواء ومتعود على هذه الظروف ومتعود على كل انواع الارضيات دي. خلي بالك وزي ما قلت لك النهاردة الجانب المهاري مهم جدا، الجانب المهاري مهم جدا. اذا كانت هناك رؤية للجهاز الفني طبعا بمتابعة بطل نيجر، إذا كان هناك أخطاء في خط الدفاع أو بطء في خط الدفاع ممكن من زي ما أنت قلت يا كابتن ألجأ لكور طويلة، وخصوصا إذا كان عندي السرعات قدام هقدر أستغلها. شفت ازاي النهارده زادت القايمه ل 40 لاعب؟ يعني شايف انه ده قرار صحيح من الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده واحنا عندنا أزمة الفيروس؟ لا هو بيدي فرصة برضو الأندية تشرك عدد كبير من اللعيبة، على أساس أن برضو معلش يعني معظم الأندية اللي بتشترك في هذه البطولات بتلعب بطولة دوري وبطولة كاس والبطولة الأندية الأفريقية، فكل هذه الأمور بتحتم على الاتحاد الأفريقي أنه هو يخلي القائمة 40 عشان حتى لو في إصابات كتير يبقى عنده، عشان لو في إصابات يعني. وهو عمل حساب السنة دي اللي عمل حساب عشان فيروس كورونا، وفي لعيبة كتير بتغيب، يعني في لعيبة من عندنا من النادي الأهلي غايبة، في لعيبة من أندية كتير بتغيب ب 10 و 11 لعيب وكلام كل هذه الأمور. فالاتحاد الأفريقي يمكن سهل على الأندية برضو إن هي يمكن 40 لعيب على أساس لو في أي إصابات بفيروس كورونا يبقى عنده البدائل اللي يقدر يلعب بيها، وما يقدرش يأجل كمان عنده، عشان كده مش عايز هو تأجيل، ما يقدرش يأجل كمان، فدايما يقول لك أنا اديتك 40 بالظبط، اديتك 40 لعيب اتصرف، ما اقدرش أجل. ما هو النهارده برضو لعبها رمى الكوره زي ما بقول في ارضيه خلاص الانديه طبعا. ما جيش بقى نادي النهارده عنده 6-7 لعيبه مصابين بفيروس كورونا ويقول لك انا عايز أأجل، لا انت عندك 33 لعيب انا مديك الحريه النهارده 40 لعيب.